الأخبار من الراي. نشرة الأخبار من الراي تقدمها لكم زينب دشتي، والبداية دوما بأبرز العناوين. سمو أمير البلاد يحط الرحال غدا في الرياض لترأس وفد الكويت في القمة الخليجية. واجتماع تحضيري استبق قمة الرياض التي تنعقد وسط ظروف إقليمية دقيقة وحساسة. رئيس ديوان المحاسبة يسلم الخالد تقارير متعلقة ببعض الوزارات والهيئات والمشروعات. البلدي يوافق على منع الشيشة في المقاهي وفصل ترخيص المطعم عن المقهى. هذا الإنجاز على أهميته يجب أن لا ينسينا أنه يتعلق بمؤشر واحد، ولا يمكن نحقق جدواه كاملة ما لم نشهد قفزة مماثلة في العديد من المؤشرات الأخرى. الكويت تحتضن فعاليات الملتقى الإقليمي لإصلاح بيئة الأعمال في الدول العربية. إننا عازمون بعون الله على الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. وفي النشرة، خادم الحرمين يعلن ميزانية العام المقبل بقيمة 1.02 تريليون. يغادر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم غد الثلاثاء، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لترأس وفد الكويت في اجتماع الدورة 40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي ستعقد في العاصمة الرياض. هذا وتنعقد قمة الرياض هذا العام وسط ظروف إقليمية حساسة ومعقدة، إذ من المقرر أن يناقش القادة عددا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس. وسط أجواء من التفاؤل تنطلق القمة الخليجية يوم غد الثلاثاء من الرياض في المملكة العربية السعودية، والتي تستضيفها للمرة الثانية على التوالي في سابقة هي الأولى في تاريخ المجلس. وتنعقد القمة لهذا العام وسط ظروف إقليمية حساسة ومعقدة، ولكن تحدوها الأمال بمصالحة خليجية بنيت مؤشراتها على تصريحات لعدد من المسؤولين الخليجيين. فمن جانبه أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله عن وجود أجواء من التفاؤل لإنهاء الخلاف الخليجي، وعززت هذه الآمال تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عندما أعلن عن تحقق بعض التقدم خلال مباحثات مع السعودية بهدف إنهاء الأزمة الخليجية، كاشفا عن وجود مباحثات كانت تمضي على قدم وساق، معربا عن أمله بأن تؤدي إلى نهاية الأزمة. يأتي ذلك فيما أكد الأمين العام للمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني أن انعقاد الدورة 40 للمجلس الأعلى في الرياض يوم غد دليل ناصع على حرص القادة على انتظام عقد القمم الخليجية حفاظا على منظومة مجلس التعاون، مشيرا إلى أن منظومة المجلس أكدت مع الأيام والأحداث بأنها منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات ومواصلة تحقيق الإنجازات التكاملية.
ومن المقرر أن يناقش القادة غدا عددا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس. وشهد اليوم في الرياض عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الاجتماع التحضيري للدورة 40، حضرها من الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجار الله. حمد النبهان، الرأي. بالعودة إلى الشأن المحلي، فقد استقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان رئيس ديوان المحاسبة فيصل فهد الشايع، حيث سلمه عددا من التقارير المتعلقة ببعض الوزارات والهيئات والمشروعات الحكومية. لفت رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إلى زيادة رصيد ديون وزارة الشؤون المستحقة للحكومة ليصل إلى نحو 20 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير. وقال عبد الصمد إن اللجنة ناقشت مدى فعالية الأنظمة الرقابية في الوزارة وما ورد من قصور في إحكام الرقابة على إجراءات الصرف في الوزارة، سواء على مستوى مستحقات الموظفين أو بصرف المساعدات الاجتماعية دون وجه حق، مما ساهم في زيادة رصيد الديون المستحقة للحكومة ليصل إلى نحو 20 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير. وافق المجلس البلدي على اقتراح فصل ترخيص المطعم عن المقهى ومنع الشيشة بالمقاهي، كما وافق المجلس على إحالة عدد من الاقتراحات إلى اللجان، ومنها إنشاء حديقة عامة لأنشطة رياضية ترفيهية لخدمة أهالي منطقة الدعية، واستقطاع جزء لا يقل عن 4000 متر مربع من مدرسة زينب الابتدائية للبنات لاستخدامه كحديقة عامة محاطة بمضمار للمشي في منطقة الدعية السكنية. وأقر المجلس أيضا إحالة عدد من الاقتراحات إلى اللجنة الفنية والجهاز التنفيذي ولجنة العاصمة، ومنها تطوير وتحديث الواجهة البحرية ووضع لائحة خاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص. وصل منتدى الكويت الثامن للشفافية، والذي يعقد برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، فعالياته عبر الجلسات المستمرة التي تعقد تحت شعار حوكمة القطاع العام. وفي ثاني أيام المنتدى تحدث عضو مجلس الأمة النائب محمد الدلال حول معوقات الإصلاح المالي والإداري، مشيرا إلى ضعف مستوى الأداء والإنتاجية في الجهات الحكومية وتداخل الصلاحيات والمسؤوليات فيما بينها. إحنا نظامنا السياسي لا يكفل، لا يسمح بإنتاج الإدارة الرشيدة، لا يسمح نظامنا وآليتنا والميكانيزم والميكانيكية إنتاج الإدارة في الكويت كدستور أو تشريعات لا تسمح لوجود حكومة أفضل ولا برلمان أفضل، وهم الإدارة، وهم الإدارة العامة الموجودة في البلد، فنظامنا لا يسمح، ولذلك تجدون أن إنتاجنا ضعيف على مستوى الإدارة. هذا لا أقوله أنا، قال توني بلير في تقريره لما جاء، أكثر من تقرير سواء دولي أو محلي كتب أن عندنا مشكلة، عندنا ضعف في الإدارة، عندنا فقر في الإدارة، عندنا سوء في الإدارة، وهذه مشكلة رئيسية. لذلك لا يمكن أن نتقدم كثيرا في حوكمة القطاع العام، لأن النظام السياسي يحتاج إلى تفعيل، يحتاج إلى تطوير، يحتاج إلى أبجريد حتى نوصل إلى مرحلة أن يكون عندنا فاعلية أكثر في الإدارة الرشيدة وفي الحوكمة وبالذات في القطاع العام. الإشكالية الرئيسية الثانية اللي مرتبطة بهذا الموضوع هو أن القيادة الإدارية السياسية عندها تردد وعدم جدية في تبني موضوع اللي هو الحوكمة أو مكافحة الفساد أو الشفافية، وهذا التردد شفناه بشكل
يعني كبير جدا في ممارسات يعني عديده، وجدناه في موضوع اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد تم مصادقه عليها ب 2006، ثم يا الله طلعت من سن ضروره ب 2012 وطلعت بطريقه خاطئه، ثم الغيت بعدها بسنتين ثلاث، ثم يا الله طلع قانون اخر لهيئه مكافحه الفساد في 2016. خلال افتتاح ملتقى الكويت الإقليمي حول إصلاح بيئة الأعمال في الدول العربية، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم إن دخول الكويت بقائمة الدول الأكثر تحسناً بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال سينعكس إيجاباً على حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأوضح أن هذا الإنجاز لن ينعكس بنتائج واضحة ما لم تواكبه سياسات فعلية تنقل الدور التنموي للقطاع الخاص إلى واقع عملي. وانطلق الملتقى برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم الغرفة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومجموعة البنك الدولي. لم يكن نجاح الكويت في دخول نادي الدول العشر الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال سنة 2020 من قبيل المصادفة، بل جاء حصادا طيبا لجهد منهجي كبير لم تقصر في أي اتجاه عام أو خاصة ذات الصلة، وأني إذا تقدم إلى كل واحد منها بالثناء والتقدير لا أعرب عن ثقة المطلقة بأن هذا النجاح سيكسب ضخما مؤثرا، فليس أدعى إلى النجاح من لذة النجاح، غير أن هذا الإنجاز على أهميته يجب أن لا ينسينا أنه يتعلق بمؤشر واحد، ولا يمكن يحقق جدواه كاملة ما لم نشهد قفزة مماثلة في العديد من المؤشرات الأخرى، وهي مؤشرات نعتقد أن الكويت تحتل فيها مواقع لا تكافئ قدرتها ولا تعكس أوضاعها، وتعزى هذه الحقيقة برأينا إلى أسباب متعددة في طليعتها، أن الكويت لا تجامل وتتجمل، وأن الديمقراطية الكويتية تتيح درجة من الشفافية تؤدي في بعض الحالات إلى محاسبة الذات بقصور. إن استضافة دولة الكويت لهذا الملتقى المهم ينطلق من بعدين متكاملين. البعد الأول يصب في سياق دعم العمل العربي المشترك، انطلاقا من حرص دولة الكويت منذ نشأتها على تعزيز دورها في بناء أواصر الصداقة مع مختلف دول العالم وتوطيد روابط العلاقات مع الدول العربية الشقيقة على وجه الخصوص، وذلك إيمانا منها بأن مدى جسور التلاقي بين الدول الصديقة والشقيقة من شأنها أن ينعكس إيجابا على تعميم رفاهية الشعوب وتحقيق أهدافها الوطنية المنشودة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بدورها أطلقت شركة إكسبوتاج للمعارض والمؤتمرات الدورة 9 لمعرض الصناعات والبناء، وذلك بمشاركة واسعة من الجهات ذات الصلة بمجال البناء والتشييد من القطاعين الحكومي والخاص. وقد أكد عدد من المشاركين للرأي التي جالت في أروقة المعرض أن المعرض بات مواكبا للخطط التنموية الجديدة في الكويت، وذلك من خلال تلبية كافة احتياجات السوق المحلية فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد وطرح أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعة في العالم وبما يخدم رؤية الكويت التنموية الجديدة. سعيدين صباح هذا اليوم بافتتاح معرض البناء والصناعة، وفي الحقيقة هذا المعرض يتم افتتاحه سنويا ويمكن هذه السنة السادسة أو السابعة، وبنك الائتمان الكويتي يقوم بتمويل المواطنين الكويتيين وذلك لحصولهم على سكن الأسرة الكويتية، وهو دعم من الدولة بقرض 70,000 دينار بدون فوائد. والمعرض اليوم يتخلل منافسة شركات محلية وخليجية ودولية، وهذه الشركات بالتأكيد تكون داعمة للمواطن الكويتي في حال بناء سكنة وتوفير السكن للأسرة الكويتية.
فكلنا دعم للمواطن الكويتي في حصوله على السكن ودعم المواد. وزارة الكهرباء والماء يسعدها أنها تشارك في هالمعرض، معرض البناء اللي يقام على مدى 3 أيام لعرض المنتجات المحلية المتوفرة لأصحاب القسائم اللي ينوون بناء قسائمهم، وفي عدة جهات موجودة هنا بما تخدم التوصيلات الكهربائية والتمديدات الكهربائية في يعني في أسعار معقولة حسب ما أنا لاحظتهم. أكد مشاركون في الاجتماعات السنوية للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا والذي تستضيفه البلاد، أكدوا أهمية الدور الكبير الذي توليه الكويت للقطاع الزراعي ومكافحة التصحر. وأوضح المشاركون في الاجتماع أن القطاع الزراعي في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام يواجه تحديات كبيرة تأتي في مقدمتها مشكلة شح الموارد المائية وندرة الأمطار وكذلك التغيرات المناخية وأمراض النباتات. إن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تولي أهمية خاصة لقضية الأمن الغذائي، وتعمل جاهدة لتشجيع المزارعين وحثهم على زيادة الإنتاج عن طريق تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة كالزراعة على مدار العام في البيوت المحمية، وكذلك استخدام نظام الزراعة بدون تربة، وذلك للتغلب على المشاكل الخاصة بالمنطقة من نقص شديد في المياه والقسوة في المناخ. كما أؤكد أن التعاون بين منظمة إيكاردا والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هو تعاون ناجح ساهم في تقوية القطاع الزراعي الكويتي وفي استخدام آخر التطبيقات العلمية الحديثة، كما ساهم بإيجاد الحلول المناسبة لبعض المشكلات الزراعية وخاصة تلك المرافقة للتغيير المناخي ونقص الموارد المائية، وكذلك الاستفادة من خبرة إيكاردا في تدريب الكوادر الكويتية بما يعود بالفائدة على المزارعين. نعتبر في أقصى منطقة مناخ قاسي جداً، جفاف تقريبا متواصل، شح في المياه، وتدهور الأراضي، وتفاقم ظاهرة التصحر، يعني إضافة إلى التهديدات التي بدأت تظهر ملامحها يعني من التغيرات المناخية. فالحقيقة أنا دائما أذكر وأقول أن من يريد يعني تطوير تقنيات جديدة لمواجهة التغيرات المناخية فالأفضل أن يطبقها في ظروفنا البيئية في دول شبه الجزيرة العربية، يعني نعتبرها تقريبا مختبر بيئي للتغيرات المناخية. وهذا الإيكاردا أصبحت الآن تراهن عليه أكثر مثل ما ذكر السيد نائب المدير العام للبحوث حول إنشاء نظام الزراعة الصحراوي Desert Farming System، واللي هو تقريبا احنا بإيكاردا بطلب من الدول يعني الإقليم دول مجلس التعاون اليمن، يعني منذ بداية التسعينات كان هذا طلبهم في البرنامج هذا. احنا عندنا عديد التحديات وظروف بيئية وظروف يعني وموارد طبيعية يعني محدودة خاصة في مجال المياه. أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن ميزانية 2020 بقيمة 1.02 تريليون ريال بما يعادل نحو 272 مليار دولار. ووصف خادم الحرمين ميزانية المملكة للعام المقبل بأنها تعزز مسيرة التنمية وتهدف إلى إدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي. بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام القادم 1442 هجري الموافق 2020 ميلادي، التي تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف لدعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي. إننا عازمون بعون الله على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعديل معدلات النمو والتنمية.
المركزي يخصص إصدار سندات وتورق ب 280 مليونا. تابعونا في الاقتصاد بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أصدر بنك الكويت المركزي سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 280 مليون دينار كويتي. وقال المركزي إن أجل الإصدار 6 أشهر بمعدل عائد يبلغ نحو 2.18%. وكان بنك الكويت المركزي أصدر سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغ 360 مليون دينار في 25 من نوفمبر الماضي لنفس المدة والعائد. فرحة هستيرية للمنتخب البحريني بإحراز أول لقب خليجي. تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم. بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة إلى الملك البحريني حمد بن عيسى الخليفة، عبر فيها عن خالص تهانيه بتتويج المنتخب البحريني لكرة القدم بطلا لدورة كأس الخليج العربي 24 لكرة القدم، والتي حققت نتائجها المرجوة لتعزيز أواصر الأخوة ووشائج التواصل والمودة بين الأشقاء الخليجيين. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية مماثلة. بدوره هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مملكة البحرين حكومة وشعبا على الفوز بدورة كأس الخليج. فرحة فوز البحرين باللقب الأول يستعرضها أحمد العنزي في هذا التقرير. في الوقت بدل الضائع، هتخد اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، إنقاذ إنقاذ إنقاذ. وماذا بعد يا كرة القدم؟ جننتينا، حيرتينا، ضربات الرأس فين؟ حبيبي يا نور العين، تاني على طول يتصدى، يعدي ويمر، سالم الدوسري، سالم الدوسري، رجل المواقف الصعبة، لا 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 دقيقة مجنونة حبست أنفاس وقلوب الشعب البحريني بأكمله. دقيقة كان حارس مرمى والدفاع الأحمر البحريني نجمها الأول وداد عن مرماه بكل بسالة واستبسال. دقيقة كاد أن يتبخر فيها الحلم الذي طال انتظاره منذ 50 عاما، إلى أنها مرت بسلام وتبعتها فرحة غامرة في كافة أنحاء مملكة البحرين وخارجها. أول شيء ألف ألف مبروك للشعب السعودي، فوز منتخبهم البحريني بكاس الخليج، واقول يا منتخبنا عادك في المهمات، ترفع مقام اللي مقامك مقامه، ما نيب مستغرب عليك المنصات، ما دام لك في كل صفحه علامه، بقولها واعيدها 10 مرات، مال الزعامه غير شعب الزعامه. فرحة هستيرية عاشها الشعب البحريني بأكمله من رئيس إلى أصغر مواطن ومقيم، لم يذق حلاوتها منذ عام 1970 منذ انطلاق أول بطولة لدورات كأس الخليج، إلا أنها فرحت وتحقق حلم أو تحقيق أول لقب خليجي، وكان أسعد الأشخاص هو الشيخ عيسى بن راشد. ألف مبروك. الله يبارك فيك. يبا الله يسلمك، الله يبارك فيك يسلمك، يسلمك بخير يبشرك طول عمرك. السلام عليكم. هلا الشيخ، كيف الحال شلونك شيخ؟ الله يطول عمرك ويحفظك. مشكور والله. قلنا بني هذه بنيتي. اهلا 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 حبيبتي. الله يحفظك. شلونك يا طويل العمر؟ ايش تقول يعني؟ احنا استانسنا والله العظيم، استانسنا على شغلك انت. الله يسلمك. وكلنا وحتى في الذي قاعدين يقولون ان شاء الله، بس حتى في الاذاعه سمعتهم ممكن انت. والله يا عبد الوهاب شو اقول لك؟ من سنه 70 لليوم واحنا ننطر الكوتش. انت هكا صارت مربعتك ورايحين؟ تعب ليش قلنا الشذي؟ لان
تدريبات سوينا، مدربين يبنى، اي نعم، معسكرات سوينا، فلوس اعطيناهم ولا في فايده؟ لا الحمد لله، لكن اليوم الحمد لله بركات الله كريم، والله اليوم كل الناس يقولون عيسى براج وعيسى براج، والله العظيم الحمد لله، وحتى في الاذاعه ايه كلهم كل دقيقة يقول إن شاء الله الغرب يا أبو الأغاني مالك، وكلهم في الحمد لله تستاهل يا طويل العمر الحمد لله يا أخوي. ليلة رياضية لا ينساها الشعب البحريني طوال حياته، وسهر حتى ساعات الصباح الأولى مبتهجا بالنصر الرياضي الكبير لينتزع اللقب الأول له في بطولة الخليج. الفوز البحريني باللقب الخليجي الأول جاء بكل جدارة واستحقاق، فهو أقصى أقوى المنافسين على القارة الصفراء في الدورة، وستكون فاتحة خير عليه لتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات على كافة المستويات. هذا الأحمر والله غير لعبة وفن مثير، هذا الأحمر والله غير لعبة وفن مثير، يعجبنا ليه منا جننهم بفنا، يعجبنا ليه منا جننهم بفنا. أحمد العنزي الراي. وإلى هنا وصلنا معكم لنهاية النشرة، وقبل ختامها نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، ولمشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.